هل يأثم الزوج الذي يمنع زوجته من الإنجاب؟ أنا زوجة ثانية علما أننا لم نتفق قبل الزواج ويستخدم العزل وأنا غير راضية. لا، لا يجوز قطعا. حياة الزوجية حياة مشتركة بين الزوجين، لا يجوز لأحدهما أن يستأثر بها دون الآخر. فلا يجوز للزوجة أن تمتنع عن الإنجاب دون علم الزوج، تأكل حبوب من وراه مثلا دون أو تركب لولب أو كذا، المهم تمتنع عن الحمل وهو لا يدري. ولا يجوز له كذلك هو أن يعزل عنها أو أن يمتنع من الجماع بحجة أنه لا يريد الأولاد، هذا لا يجوز أصلا، خاصة على كلامها أنهم لم يتفق على هذا قبل النكاح، وهذا غش. يعني على الأزواج أن يتقوا الله تبارك وتعالى، خاصة الذي يتزوج وهو كبير أو كذا وهو لا يريد الإنجاب مثلا، عنده أولاد كذا، لابد يقول لها أنا لا أريد الإنجاب إذا قبلت. إذا لم تقبل لا يجوز له ذلك، لا يجوز أن يغش يعقد عليه ثم يقول لها أنا لا أريد الإنجاب، هذا غش حرام لا يجوز. فعلى الزوجين يتقي الله تبارك في هذا الأمر، لأن هذا حق مشترك، كما أنه حق له حق لها، وكما أنه حق لها حق له، لا يجوز لأحد أن يستأثر به دون الآخر.